وأيضا أخبار مهمة مشاهدينا نسمعها من الرياض للتعمير التي تشتري أرضين في الرياض مقابل حصة في الشركة. قيمة الأرضين عند 1,400,000,000 ريال. البائع شركة ريمات هي التابعة لأمانة منطقة الرياض. تم تقييم الصفقة على سعر السهم يلي هو عند 25 ريال و20 هللة، سعر إغلاق يوم أمس. تصدر الرياض للتعمير 56 مليون سهم جديد في الشركة لصالح شركة ريمات، وبالتالي يرتفع رأس مال الشركة ب 560 مليون ريال إلى مستويات 2,340,000,000 ريال. ريمات مقابل بعد رفع رأس المال سوف تمتلك 24% في الرياض للتعمير، ما يعني بأنه الملاك الحاليين تتراجع حصتهم من 100% إلى 76%. مع العلم مشاهدينا وبحسب تداول لا يوجد ملاك كبار في الشركة بملكية تتجاوز 5%. قطعة الأرض الأولى مساحتها 787,000 متر مربع، بيعت على سعر 973 ريال للمتر المربع الواحد. أما قطعة الأرض الثانية في الرياض مساحتها 214,000 متر مربع بسعر 2,995 ريال للمتر الواحد. رياض للتعمير كان بدأ الجلسة على ارتفاعات قوية. أكيد هذه الخطوة سوف تعمل شير دايليوشن كبير للملاك الحاليين. بدأ الجلسة على ارتفاع يعود ليسجل تراجع الآن ب 18%، علما بأنه اليوم يتم تداول هذا السهم بدون أحقية التوزيعات النقدية البالغة 25 هللة عن النصف الأول. هو وثلاث شركات أخرى اليوم يتم تداولها بالسوق بدون أحقية التوزيعات. رياض للتعمير، اسمنت القسيم عند ريال و30 هللة عن النصف الأول والنصف الثاني، فالون فارما 75 هللة، وأبو معطي 50 هللة.